أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم في أولى نشراتنا المحلية لنهار اليوم. تسبب غياب الرقابة في ولاية ميلا بلجوء مختلف البلديات إلى الرمي العشوائي للنفايات على حواف الطرقات والتي ارتفعت بشكل لافت خاصة في شهر رمضان. التغطية لسفيان بعون. تشهد محاور شبكات الطرقات في مختلف بلديات ولاية ميلا ارتفاع معدلات الرمي العشوائي عبر حوافها، فيما تعتبر مديرية البيئة ذلك من مسؤولية البلديات. والمواقع المفرغات الفوضوية كانت من اختيار مصالح التقنية للبلديات، دونك كانت بدون رخصة، بدون استشارة المصالح التقنية الولائية، مما أثار غيظ المواطنين أيضا الحرق العشوائي وتجاهل كافة المسؤولين للوضعية الراهنة. كل مواطن يسعى باش يحقق والبلدية توسع أكثر في النظافة، بربي إن شاء الله يكون الفلاج أحسن من ذلك. غير أن يعني الطابع الهام هو الإخلال بالتزامات البلدية. البلدية هي اللي تتحمل هذه المسؤولية تاع القمامات وهذا الوسخ تاع المدينة. فتكرر هاته المشاهد لمستعملي شبكات الطرقات جعلتهم يستفهمون غياب الاهتمام. هناك أربع مفرغات مراقبة راها في طور الإنجاز ببلدية شلغوم العيد، ببلدية تجنانت، ببلدية مشيرة، وببلدية تلغمة، بلدية عفوا الجران مقوقع، وهي مفرغات مراقبة ما بين البلديات. دونك كل مفرغة مراقبة راح تجمع بلديتين أو أكثر. في انتظار رؤية المشاريع تتجسد تبقى وعود التطمينات المشروع الملموس. في موضوع آخر، أشارت وزيرة السياحة نورية يمين الزرهوني خلال الزيارة العامة التي قادتها إلى ولاية تيزي وزو إلى وجود نقائص عديدة في قطاع السياحة، وأن الدولة تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع، وهذا عبر دعمه ببرنامج خاص لتكوين إطارات جزائرية على حسب المعايير الدولية. تفاصيل أكثر في ميكروفون حسن زيزي. الواقع الحالي تاع السياحة راه يمتاز ولا يتسم بنقائص عديدة. من أجل محاربة هذه النقائص الدولة تسعى وهي عازمة على دعم هذا القطاع بالطريقة الأنجع عن طريق تكوين، وراني نقول باللي الدولة الجزائرية خلال السنوات القليلة الماضية أنشأت معاهد، راني تكلمت على 11، راه عندنا ربعة غاديين ينطلقوا، راه عندنا مدرستين، منا إن شاء الله على المدى المتوسط يكون عندنا تقريبا 16-17 مؤسسة اللي تكون حسب المعايير الدولية. هذا وقد أشارت نورية يمين الزرهوني أن عدد السياح الأجانب الذين يقصدون الجنوب الجزائري ارتفع مؤخرا، إلا أن تدهور الحالة الأمنية في بعض من بلدان الساحل أثر سلبا على ذلك ودفع بالعديد من السياح الأجانب للامتناع عن زيارة هذه المواقع. بالنسبة لصحرائنا اللي عرفت في المرحلة الأخيرة ارتفاع في عدد السياح اللي قصدوها، ولكن بعد الاضطرابات الأمنية اللي عرفتها دول الساحل فيه عاود نوع من التخوف من طرف هؤلاء الأجانب واللي جعلتهم يمتنعوا من زيارة. وبعنابة أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري على هامش زيارة عمل والتفقد لقطاعها التي قادها إلى الولاية على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت. هذا وقد أشرفت الوزيرة على إبرام اتفاقية عمل بين جامعة باجي مختار بعنابة والوكالة الوطنية لتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية، وذلك للتكفل بالطلبة من أصحاب المشاريع. ميكروفون هشام قسمي. مجهودنا باش نحسنوا كل الامكانيات تاع الاتصالات
في ملتيبليون لي امسام في كل منطقه اللي لازمها. عمي سعيد صاحب 66 سنة يروي قصته مع صيانة وتركيب أواخر صيد السمك بميناء بولديس بجيجل في هذا التقرير لأيمن عبد الرحيم وأنغام يسرى حميدوش. في ورشته المتواجدة بميناء بولديس بجيجل ينكب عمي سعيد صاحب 66 عاما في صناعة وتركيب قوارب الصيد، الحرفة التي بدأها منذ سن 15. قصة عمي سعيد مع قوارب صيد السمك بدأت في الجزائر العاصمة حيث أخذ الحرفة على يد الأجانب. دخلت أبروتي 23 سبتمبر 1965 في الجزائر ألجي، خدمت 9 سنين و3 شهور تما عند واحد، خدمت نجارة عامة كانوا في عمري 15 سنة. بعد يعني كي خرجت من عند المعلم هذاك دخلت لوفيس الجيريان دي بيش، دخلت تما تعلمت مع لي زيتاليان مع لي زيسبانيول، ضربت تما واحد 3 سنين. ورشة عمي سعيد يقصدها أصحاب القوارب من ولايات عديدة لصيانة مراكبهم، حيث نجد في ورشته جهة مخصصة للنجارة وأخرى لإعداد الخشب، وبجانبها ورشات للصناعة والتركيب. تعملوا معي بارتو من عنابة، من قلا، من سكيكدا، من الكولو، من بجاية. نجيو من سكيكدا منا بار نجيو بالبحر، يابري نجبدو باسكو الريلاف كاين. عندنا لي شونتي نافال تاع عمي سعيد هذا، سيت ان شونتي سيريو تي فوا، يترافاي بيان، عنده لا كاليتي، عنده تي فوا لا سيكيريتي. Et en plus de ça, on a la garantie. On a dit 8 ans, de 2006 à 2014. وتعلمنا حوايج بزاف مع عمي سعيد الحمد لله. ويصارع أصحاب هذه الحرفة لحمايتها من الاندثار بعد أن اجتاحتها التكنولوجيا المتطورة ومصانع الشركات الكبرى التي اختصت في صناعة القوارب. بمفترق طرق الرابط بين ولايتي بشار وأضرار وبلدية إجلي وفي جو مفعم بروحانية الشهر الفضيل، يقطع محسنون من الفرع الكشفي الصراط الكشفي 30 كيلومتر يوميا متحملين مشقة عناء حمل كل ما يحتاجونه لإفطار العشرات من الصائمين من عابري السبيل الذين فرضت عليهم حتمية مآربهم السفر والمرور عبر هذا الطريق. نور الدين مصري وتفاصيله. مبادرة خيرة، هذه مبادرة الإفطار لعابر السبيل عبر الطريق الوطني رقم 6 عند مقطع المؤدي إلى إقلي بن عباس. نشكر الجميع هذه المبادرة ونتمنى إن شاء الله تكون في ميزان الحسنات. هذا المشروع هذا فكرة جات من فوج السيارات الكشفي، وبمجرد ما طرح هذه الفكرة للمجتمع لقى واحد تجاوب كبير، وتقريبا كانت المساهمة أكبر مساهمة من سكان منطقة إيجلي. وزيع عدد الوجبات بمعدل 70 إلى 80 وجبة في اليوم، تقريبا في بعض الأحيان تصل إلى 140-150 وجبة. بالقرآن الكريم والذكر الحكيم تتعالى أصوات المرشدين الشباب في شهر رمضان الفضيل من خلال تقديم مدايح دينية وسط أجواء روحانية، وهو ما ترشد من أجله فرقة الطريقة العيسوية الصوفية لمدينة سوق هراس. نتابع هذا التقرير لرشيد مقدم. المديح الديني في شهر رمضان المبارك نشاط قائم بذاته في مختلف جهات ولاية سوق هراس وسط أجواء روحانية، حيث تقوم فرقة الطريقة العيسوية الصوفية للمدائح الدينية التابعة لدار الشباب مركب قدور بتنشيط أجواء رمضان بالأناشيد والمدائح الدينية. نعمل الختان تاع الأطفال الصغار باش يطهروهم، وفي المناسبات كما كان ليلة النص ليلة 27 نكثروا من التهليل والصلوات على رسول الله في الطريقة الصوفية ما نخرجوش منها، وهذه هي. ونحثوا الناس على القرآن الكريم والذكر الحكيم باش تبقى ديما الشبيبة في الطريق المستقيم وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. ولإضفاء جو من الفرجة بموروث شعبي راسخ في الذاكرة، فرقة المديح الديني وبرغم قلة الإمكانات تحاول جاهدة للمحافظة على أهمية الإنشاد خصوصا في المناسبات الدينية. الاسم فرحوا بيك
ديك وين الارض زاد يا سيدي اسر ما دموتك يا سيدي. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه النشاطات تهدف إلى ترسيخ البعد الروحي والديني لدى الناشئة سيما أثناء شهر الهدى والفرقان. ختام النشر المحلي، شكرا لكم.